سيكو شنو كتقول الجمهور ديالك مناسبة رأس السنة؟ كل عام إن شاء الله يلقاهم مزيانين وبخير وعلى خير ويكونوا يجتهدوا إن شاء الله في العمل ديالهم ويزيدوا القدام وتبارك الله عليهم الله يوفقهم في أمورهم اللي تيقرا الله ينجحوا اللي مريض الله يشافيه اللي بغات شي غرض الله يقضي ليها الله يسهل عليهم كاملين إن شاء الله وتنتمنى لهم حد موفق في هذا العام الجديد إن شاء الله اللي يجي. بمناسبة رأس السنة اللي هي 2020 بدي أتمنى سنة خير وسلام على كل الأمة العربية، على المغرب، على لبنان الحبيب، على العراق، على فلسطين، على كل الأمة العربية. يا رب نكون دايما بسلام، ينعاد عليكم بالخير يا رب. سنة سعيدة لكم، كنتمنى لكم إن شاء الله سنة مليئة بالأفراح والمسرات وأي حاجة، أي حاجة زوينة إن شاء الله كنتمناها. بيزو، كنت معكم أسماء عمراني. سنة سعيدة، بوناني ميور فو بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو، ويا رب إن شاء الله 2020 تدخل عليكم بالرزق والتيسير واللي عنده شي حلم الله يحقه له. ميرسي. كنبغي نقول لكم هاد السنة الجديدة تدخل عليكم بالصحة وباش ما تمنيتو إن شاء الله، وأهم حاجة الصحة، حيت ملي كتكون الصحة كيكون كل شيء عندك، تقدر دير أي حاجة في حياتك، أي حاجة ما عندك شي تقدر ديرها، دونك الصحة هي أهم حاجة كنتمنى لكم. كنتمنى الناس اللي كيشاهدونا سنة سعيدة، كنتمنى لهم كل الصحة وكل السعادة، أي واحد عنده شي أمنية ربي يحققها له إن شاء الله، ويبقاو ديما معنا ديما مساندينا. عبر ألوانكم سعيدة شرف كتقول لكم سنة سعيدة بالصحة والخير والمسرات إن شاء الله يا ربي. 2020 عليكم بكل ما تتمناه، سنة الإنجازات بامتياز إن شاء الله لكل واحد الله يفرحه، ونتمنى أن بلدنا بلد الأمان. شكرا. اللي غنقول الجمهور ديالي إن شاء الله وهو الجديد إن شاء الله في أقرب وقت يكون إن شاء الله في رأس العام، وراه ديما معكم سعيد ود الحوات، وراه ديما الجديدين إن شاء الله، واللي تنشكر هو الجمهور الكريم ديما مساندنا وديما في جنبنا. السلام عليكم، بونجور لو ماروك، معكم سكيزوفرين رضوان اسرموح. تحيه للجمهور اللي كيتابعنا داخل وخارج ارض الوطن، كنقول لكم سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش تمنيتوا ان شاء الله، والسلم والاستقرار للبلد ديالنا المغرب. تحياتي. السلام عليكم، حميد السرغيني، كنقول الجمهور ديالي الجميل جدا، كنقول حميد السرغيني كيتقبل الانتقادات ديالكم وكنتقبل النصائح ديالكم. حميد السرغيني راه منكم واليكم، الهوائياتكم عارفين وكدايرين، والحمد لله نخلي يا ربي يخلينا في سباقتنا ونبقاو دائما كندخلوا البسمه والسرور. كنقول لكم سنه سعيده باش ما تمنيتوا، ومزيدا من التالق والنجاح من منبركم. الوانكم راني كنحمق عليكم ونموت عليكم ونتمنى ليكم سنة سعيدة أنكم. أولا تنبغي نقول للجمهور العريض كل من كيشاهدنا الله حدا، كنبغي نقول لكم إن شاء الله تدخل عليكم السنة الجديدة سنة 2020 بالصحة والسلامة وراحة البال، خصوصا راحة البال إن شاء الله، ونشوفوا بلادنا نشوفوها يعني غدا من حسن إلى أحسن، بغينا أحسن وأحسن إن شاء الله. وهذه رسالة سلم وسلام من أخوكم عماد التيفي لكل من كيشاهدنا، وما تنسوش أنني أحبكم. إلى اللقاء.